الإيمان ومع الحصن الأول الجماعة ومع أهم مرتكزات الجماعة الأخوة، فعرفنا أن الأخوة في الإسلام هي أخوة إيمان أولا، وأخوة تعارف ثانيا، وأخوة تعاون ثالثا، وتكافل رابعا، وتناصح خامسا، وأيضا هي أخوة تناصر، انطلاقا من قول الحبيب صلى الله على الحبيب في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب رسول الله صلوا على الحبيب: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تناجشوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير بأبي هو وأمي ثلاث مرات إلى صدر الحديث. فالحديث كما ترون يتحدث عن المعوقات الداخلية التي تحول دون تقديم المسلم المساندة لأخيه، من تناحسد وتناجش وتباغض وتدابر وتظالم وتخاذل وكذب. ونحن الآن بصدد الحديث عن الكذب، لأن الكذب إذا شاع بين الناس انعدمت الثقة بينهم، وإذا انعدمت الثقة بين الناس لا يمكننا أن نتحدث عن المساندة، مساندة إنسان لإنسان لا يثق فيه. فكان لابد من الحديث عن الصدق، لأن إشاعة الصدق هي التي تضمن وجود ما يسمى بالثقة. فإذا وثق المسلم بأخيه أعانه وسانده ولم يظلمه ولم يخذله ولم يحسده، إذا فلا بد من الصدق. والصدق كما رأينا على ستة مراتب: صدق في الأقوال رأيناه، صدق في النيات والمقاصد رأيناه، صدق في الوعود رأيناه، صدق في الوفاء بالعهود رأيناه، صدق في الأعمال رأيناه، ونحن نتحدث عن المرتبة السادسة وهي الصدق في مراتب الدين. والصدق في مراتب الدين رأينا منه الصدق في مرتبة الإسلام، ونحن بصدد الحديث عن الصدق في مرتبة الإيمان. فالإيمان ليس صاحبه صادقا إلا إذا بنى على أربعة ركائز. الركيزة الأولى أن يتغير عقله بما يتناسب مع توجيهات الوحي كتابا وسنة. ثانيا أن يثبت قلبه في كل المحن والظروف التي يمر بها، النعمة والنقمة والسراء والضراء، الغنى والفقر، الغضب والرضا، فتجده دائما ثابت على دينه. وأما الركيزة الثالثة للإيمان وهي العمل، بحيث لا إيمان بغير عمل. إذا سمعتم الرجل يدعي الإيمان وهو لا يعمل فاعلموا أن دعواه دعوى كاذبة. والعمل ينقسم إلى قسمين: أقوال رأيناها، وأفعال. والأفعال تنقسم إلى قسمين: ما تنظم علاقة العبد بربه وهي العبادات. إذن لا إيمان بغير صلاة، لا إيمان بغير زكاة. الذي يملك المال ويحول عليه الحول ويدعي أنه مؤمن ولا يخرج حق الله فيه، هذا إيمانه إيمان كاذب، وكذلك كل العبادات. ثم هنالك الصنف الثاني من الأفعال، وهي التي تضبط علاقتك مع الخلق وتسمى الأخلاق، حسن الخلق، هذا هو المهم مع البشر، حسن الخلق. وقد بدأنا نتحدث عن حسن الخلق. كثيرا من الناس تجده يصلي ويصوم لكنه يسيء الأخلاق مع المخلوقات، وقد علم أن أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، وأن أقرب الناس منزلة برسول الله أحاسنكم أخلاقا، وأن أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فبدأنا باستعراض حسن الخلق، مش نقوم نتكلموا لي واحد بواحد: الصدق، الصبر، السخاء، الكرم، الحلم، الأناة، التواضع، الشكر، لا، إنما نريد أن نتحدث عنها مجسدة في سلوك الناس ابتداء
من بناء الأسرة أي المؤسسة الأولى، لأن اللي ماشي كريم مع أولاده ما يكونش كريم مع الناس الأخرين، واللي ما يصبرش مع أولاده ما يمكنش يصبر مع الأخرين، واللي ما يرحمش أولاده ما يمكنش يرحم الأخرين. فكان لابد إذن أن تظهر أخلاق المؤمن أول ما تظهر في عائلته ومع رحمه. فإذا شهد لك أقرب الناس إليك بالخيرة فأنت عند الله خير، ولو شهد لك كل الخلق بأنك لست خير، ولو شهد لك أقاربك بأنك شرير فأنت عند الله شرير، ولو شهد لك كل الخلق من غير أهلك بأنك خير. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه الحبيب: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فبدأنا بالحديث عن تأسيس الأسرة ومعالم الإيمان في تأسيس الأسرة، ثم الآن نتحدث وقد تأسست الأسرة عن حقوق كل منهما على الآخر والتي هي ثمرة إيمانهما. وقلنا سأتحدث عن ثلاثة حقوق بالنسبة للزوجة على زوجها. الحق الأول وهو المعاشرة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف. المعاشرة ما نقولكش على النفقة، ما نقولك على المعاشرة بالمعروف، وقد تحدثنا عن هذا كثيرا، ورأينا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ويتعامل مع أهله، فما رفع يده على امرأة قط، وكان يجالس نساءه فيضاحكهم ويداعبهم ويلهو معهم، فإذا سمع منادي الله قام وكأنه لا يعرفه أحد. ولما سئلت عائشة عن خلق النبي في بيته قال: كان يكون في خدمة أهله يرقع الثوب ويخصف النعل ويحلب الشاة صلى الله على الحبيب، وإذا قدم له طعام ما أعاب طعاما قط، إن أعجبه أكل منه وإن لم يعجبه تركه، ما عاب طعاما قط صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. احنا الجرد تكون في الدار على مسائل تافية، طعم السوس ولا ماشي السوس. فهذا رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم. الآن إذا وقع خلاف بين المؤمن والمؤمنة داخل البيت، رأينا كيف أن المؤمن والمؤمنة يمكن أن يقع بينهم خلاف، فهم ليسوا ملائكة، ولكن المؤمن والمؤمنة إذا وقع بينهما خلاف أرد الخلاف إلى الله ورسوله، لأنهما يؤمنان بمرجعية واحدة ينطلقان منها، هي الكتاب والسنة. فقد أعطينا لذلك أمثلة في الجمعة الماضية، كيف أن خير البيوت هو بيت رسول الله، ومع ذلك خير النساء وهم أمهات المؤمنين، لما فتح الله تعالى على المسلمين على عهد رسول الله اجتمعت النساء في غياب الحبيب صلوا على الحبيب وطالبن بالزيادة في النفقة، فإذا برسول الله يقاطعهن شهرا، حتى شاع في المسلمين أن النبي قد طلق أزواجه فلم يعد إليهن حتى نزلت آية التخيير، فخيرهن الله بين الحياة الدنيا والزيادة في النفقة والتمتع، وبين الله ورسوله والدار الآخرة. يا أيها النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لا إله إلا الله. فاختارت كل النساء الله ورسوله والدار الآخرة. إذن كان هكذا يقع في أفضل البيوت خلاف مع خير الخلق وخير نساء الخلق، فينزل القرآن ليعالج المسألة، لأن المصدر والمرجع الذي يعاد إليه في علاج الخلافات وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وذلك المؤمن والمؤمنة إن شاء الله تعالى إذا تزوجوا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا انحلت المشكلة بينهم سريعا. علاش؟ لأن متفقون على المرجع الذي يعودون إليه. المشكل منين تديها ما عندها علاقة بالدين، أو للمؤمنة تدي السيد ما عنده علاقة بالدين، قول ليش كن يحل بيناتكم المشكلة. إذا لم يكن بينهما اتفاق على المرجع الذي يعودون إليه عند الاختلاف، فإذا اختلفوا كيف سيحلون النزاع؟ من غادي يجي باش مصيبة مصيبة. هذه بين المؤمنين، وقلنا إن البيت يمكن أن يبنى بين المؤمن والمؤمنة، ثم بين الفاسق والفاسقة، ثم بين المؤمن والفاسقة أو المؤمنة والفاسق. انتهينا من البيت المؤمن، تعالج الخلافات والمشاكل انطلاقا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا التقى الفاجر بالفاجرة، كيف يمكن لسفينتهما أن تسير لتصل إلى شاطئ النجاة؟ فاجر ده فاجر، هذا متفقين ولا ما متفقين؟ مش ما متفقين، متفقين ولا متفقين؟ متفقين. هذا غادي يقع بينهم شي مشكل؟ المؤمن إذا التقى مع المؤمنة كان منهاجهم الإيمان، والفاجر إذا التقى مع الفاجرة حلت المشكلة. فالفاجر لا يصلح إلا للفاجرة، والفاجرة لا تصلح إلا للفاجر. الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. قاعدة، لأن الطيب إذا أراد أن يجمع شمله ويتزوج يختار الطيب، عمره الطيب ما يمشي عند الخبيث. والخبيث إذا أراد عياذا بالله أن يتزوج بحث عن الخبيثة. والله تعالى يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فاجر ده فاجر، والسلام عليكم. يمشوا للسعيدية يتعروا، يمشوا يرقصوا، يمشوا في النهار تاع دول، حتى هما يكريوا نعمس ديال الكراسة في ليزونتيل، وحتى هما يديروا اللعب المفاتح، وحتى هما متفقين على ذلك. فوقاش غادي يتفقوا؟ فوقاش غادي يسوء بينهم الحال ويختلفون؟ فوقاش؟ إذا تاب أحد الزوجين، الله، فما داما متفقين على منهاج الشيطان فالشيطان يجمع بينهما على طريق الشيطان، لكن الخلاف يبدأ يدب بينهما إذا تاب أحدهما ورجع إلى الله. فإذا تاب أحدهما أش كيسرى؟ فتبدأ الخلافات. أبنية الله يهديك، سيد ربي واسمه الله يقول، أو الله يقول أولدي، سيد ربي واسمه الله يقول، فيبدأ النزاع ويبدأ الخلاف. تقول له بغيت تولي علي خميني ولا أنا أديتك من المغرب؟ كاين وحدة وحدة شي مغربيات داو رواما، ومن اللي داو ذوك الرواما كافرين عاشوا معهم على حساب المعيشة نتاع النصارى، يجيبوا الخمر يمشيوا معهم. وإذا بالمولى يبعث شعاع الهداية إلى قلب هذا النصراني فيدخل إلى الإسلام. مغربيات داو نصارى، ولأنهم بقوا يجيو للمغرب وبقوا يشوفوا الحالة نتاع المغاربة فهداهم الله. فإذا بالنصراني أو بالفاجر تخالط بشاشة الإيمان قلبه من جديد فيستفيق. أش كتقول ذيك المرأة؟ أتقول له سيدي أنا أديتك المحور، أديتك متفتح، أش هالمصيبة؟ أنا لك كنت بغيت ندي هاد المتزمتين اللي كنت ديتهم في المغرب، علاش أنا يا راني حرقت قاع، حرقت غير على مسبتك باش ندير الكواغط ونعيش في حرية. وذلك كنت فلا زال يدعوها فلم تهتدي. فكيف يفعل؟ يجي عندي يقول يا ابن عمي يا ودي أديت يا زعمة مغربي يوم السلمة، أنا كنت الله يحفظه ويستر مغمشيت، وذلك لك تشوف كيف صلات لي، أنا ردني ربي وهداني وهذه ما بغات، فكيف أفعل وكيف أتصرف وكيف أصنع مع هذه؟
فتقع مشاكل كثيرة أدت في بعض الأحيان إلى أن الزوجة الشريرة قتلت زوجها التائب. قتلها تودر تولف أنا معروف هذا المسألة. بالتالي قالت له والله غلا نصفي معك الحساب. وصلت إلى هذا المستوى، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. فالشرير مع الشريرة يعيشان كما اتفق، فلا يحدث بينهما خلاف إلا إذا كان خلافا حول الدنيا فقط، وإنما يظهر الخلاف العميق الذي تستحيل منه العشرة هو حينما يغير أحدهما المنطلق والغاية، المنهاج والغاية، فغايته الله ورسوله بعد أن كانت غايته الدنيا، فيختلفان في المنطلق وفي الغاية، وفي هذا يبدأ الصراع. فيصبر المؤمن الذي هداه الله مع الزوجة شهورا سنينا، لكن متى 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 من يجي السيد يقول لك يا ابن عمي الله يجازيك بخير، مش حال نجلس مع هذا، انا ذاك كنا عندي مع الاولاد وراهم كفروا، انا اولادي كفروا الان، كما قال لي واحد انا يا مسكين، انا اولادي كفروا يا انا، مش حال نجلس معاه، مش حال نصبر. دعوت في الليل وفي الاسحار، وجئتها بالعلماء والدعاة، وحاولت واستنفذت كل وسيلة، لكن أرى أن حياتي تمر بسرعة وأن أيامي تنصرم، وأنا غارق في وحل هذه الأسرة لا أستطيع منها فكاكة، كيف أفعل؟ شو الصبر اللي أعطاه الله تبارك وتعالى؟ وتهدده وحدة، أدته من هنايا، أدته من هنا على أساس أنها تزوجها، وهنالك ذهبت مع عاشقها وتركت، وعنده الكونت معها نفس الكونت، هذه تقريبا شي 8 سنين وهو خدام عليها وهي مع رجل آخر. كانت تقول له لأمك لو كانت تسير باش تدير ما نعطيك شيء الرخصة باش تدير الكوارت، قبضته وهش خاصك تعطيني كاع فلوسك. لا إله، فحياته كلها مرهونة بهذا النوع من البشر، نسأل الله العفو والعافية. دعونا من هذا، دعونا من هذا الصنف. أما إذا التقى المؤمن مع الفاسقة، سبحان الله ابتلاء، ما نقولوش الفاسقة يعني اللي كتفهموها أنتم المنحرفة، ولكن التي لا دين لها ولا خلق، باش ما يفهموش الإنسان الفاسقة هي الزانية، لا الزانية أنت ما غاديش يتزوج المؤمن التي لا دين لها ولا خلق، أو تتزوج المؤمن المؤمنة الذي لا دين له ولا خلق، هذا سوء في الاختيار، فليتحمل من قام بهذا الاختيار النتائج المترتبة على سوء الاختيار. يقع كثير من الناس مسلمين ومؤمنين ويقول لك نديها باش ندير الكوارت، مؤمن يقول لك نديها أنا عجبتني أنا بغيت نديها باش نهديها، كأنه مصلح، كأنه رجل مصلح، يخلي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك فاظفر بذات الدين، يقول لك لا لا والله لا، شفتني مسكينة صبتها غير التراما وخما عندها دار وكذا وكذا، وصبتها غسلكتها من شي ناس وجيت انا نسترها، يا رب بالراس. تحمل تحمل مسؤوليتك. او تقول المرأة لما يخطبها رجل يدخن ولا يصلي ويبيع القرقوبي تقول لك اصدق نتزوج نتزوج اصدق، لعل الله تعالى غادي يدير معها المجهود، لعل الله تعالى نكون انا سبب في هدايته. فهي تتزوج بهذه النية وبهذا المقصد الطيب، لكن من الذي يضمن للزوج الصالح إذا تزوج بالفاجرة أن يكون سببا في هدايتها؟ ومن الذي يضمن للمؤمنة إذا قبلت أن تتزوج بمن يخالفها في المنطلق والغاية أن تكون سببا في هدايته؟ شخص كتعالج هدسي النصر تزوج مؤمنين مع مؤمنات، ومع ذلك يقع ما يقع، ما يكونش حتى الخلاف في الدين، يكون خلاف في نفسي، ويقع الشقاق الذي سنراه بين مؤمن ومؤمنة، ماشي خلاف على الدين لا، فقط لأنه ما قبلهاش نفسيا وهي ما قبلتوش نفسيا. سبحان الله، هذه أنفس وهذه قلوب، والقلوب بيد الرحمن سبحانه يقلبها كيف يشاء. إذن فتحمل مسؤوليتك، فإن تحقق لك وما كنت تقصد فهنيئا لك،
دهرهم يا ولا تمس المولى الداعية باظ سيدي باظ. لكن هذا الاستثناء وليس القاعدة، وانت اديته شوية من حارف وكنت سببا في هدايته لصبرك ولتحملك ولرباطة جأشك ولإيمانك العظيم بتغيير زوجك إلى الأحسن، فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. ولئن يهدي الله بك رجل خير من طلعت عليك الشمس، فكيف بمن اهتدى الزوج على يد زوجته أو اهتدت الزوج على يد زوجها؟ فليس هنالك أعظم من هذا العمل. مزيانس، ولكن القاعدة تقول العكس وواقع الناس يظهر عكس هذا، فأغلب الزيجات من هذا القبيل يعيش فيها الزوج المؤمن محرجا غارقا في المشاكل، واللي غرق في المشاكل تاع الدار نتاعه عمره ما ينتظر منه أن يفعل خيرا في الخارج. إلى عندك زوج تاع الأماكن فيهم المشاكل عمره ما تدير حتى شي حاجة، إلى الدار نتاعك فيها المشاكل والمكان اللي تخدم فيه فيه المشاكل. إذا كانوا عندك المشاكل مع كاع خلق الله ما كان مشكل، راهم برا. صح إلا عندك المشكل في دارك مع ولدك مع زوجتك، أو لا المشكل في الخدمة مع الرئيس ديال الإدارة ديالك، يا هنايا هنايا تخرج من السجن لتدخل إلى السجن، فتتمنى متى تخرج من السجنين ولا فكاك لك منهما، لأن رزقك وحياتك مبنية أساسا على السجنين. ما هذا كيف تمشي؟ دارك يا دارك يا غادي، والمكان تاع خدمتك يا خدمتك يا غادي، تخرج من السجن للسجن. ولذلك من سعادة المرء في الدنيا المرأة الصالحة، إذا دخل إلى بيته كأنه يدخل إلى الجنة، لأن الإمام مالك رضي الله عنه كان إذا دخل إلى بيته يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالوا له سبحان الله، علاش ما تدخل البيت تقول هذا الشيء؟ قال لأن الله يقول ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وجنتي في الدنيا هي بيتي. أنا عندي الجنة في الدار ديالي، جنتي في الدنيا هي بيتي، لكن دخل قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. إذن فإذا ابتلي المؤمن بهذا النوع من الزيجات أش خص يدير؟ قال تعالى كملوا معي الآية، وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك قال العلماء، قال أبو حامد الغزالي يقول العلماء ليس المعاشرة بالمعروف الإحسان إلى الزوجة، ولكنها الصبر على أذى الزوجة الشريرة، هو ليس الإحسان ولكن الصبر على الأذى. إذا آذتك بلسانها، إذا آذتك بتصرفاتها، فعليك بالصبر، اصبر. فالصابر على الزوجة السيئة الخلق يبعث يوم القيامة مع أيوب عليه السلام. علاش؟ لأنك لو طلقت المرأة الشريرة ربما ابتلي بها غيرك وكنت سببا في إذايته. يروى يروى يحكى أن زوجا ابتلي بامرأة صليطة اللسان سودت الدنيا في عينيه وبغضته في الحياة كلها. أيوة. فقيل له لما لا تطلقها؟ هي دائما حامية عليك الزقا، غير تدخل البوطة تطردك تروح لديك ذا ماش داروا سيادك وتعاير فيه، عش ما تطلقهاش مالك؟ وش هذا قدرك؟ سيد ربي دار الزواج ودار الطلاق. فقال إني أخشى إن طلقتها أن يتزوجها غيري وأكون سببا في إذايته، فلا أصبرن حتى يحكم الله بيني وبينه. فلما ماتت وأخذت إلى القبر دلها تشياء كدها القبر وندفن، قالها أنت الآن طالق، لأن نظرك ما غادي يتبلى بها حتى واحد، لأن نظرك لا تهنى بها ما غادي يديها حتى واحد. فالصبر أيضا على أذى الزوجة من قبل الزوج المؤمن، والصبر على أذى الزوج بالنسبة للزوجة المؤمنة. قرأت قصة لأحدى الأخوات المؤمنات وقد كتبت قصتها، أنها ابتليت بزوج سكير أيدق عليها على الوحدة نتاع الليل،
ويفزع أبناءها بالليل، فلا زالت تكتم عن زوجها. غير خلط بتلك بتي تاكسي تدي في الليل تحطه عند الباب وهي تنوض على الوحدة تكون نايضة، شوف المؤمنات، وتجره وتغسل له فمه وتغسل له رجليه وتديه ينعس كالشرويطة كي. ولا تريد أن يتحدث عن زوجها أحد بسوء. كي سقسيها والديها كي دير راجلك، تقولهم خير نعم الرجال. الله راجلك نعم الرجال. نعم رب الحمد لله. وعلاش ما قاع ما نشوفوش؟ ايوا بالك تعرف الشغل بزاف وكذا. الحمد لله الحمد لله. فلا زالت على تلك الحال، ولا زالت تدعو الله له في الثلث الاخير، ومنين يوقع الشنآن والزقا ولادها تدرقهم، وما تخليش تماما الوليدات يتفرجوا على هذه الخلافات. فعاشت 10 سنوات على هذه الحال، والناس كاين اللي يقول لها مالك ما تطلقيش، ما تطلبيش، ما تمشيش للمحكمة، ما تطلبي الطلاق. هو موظف وهي موظفة، هو فلوسه كاملين يمشوا للخمر، يمشوا للكانتينة، وهي فلوسها كاملة تنفقهم على وليداتها وتنتظر الفرج. حتى هداه الله، هداه الله وعاد إلى الله تعالى. ولحد الآن يقبل رأسها كل صباح ويقول لها لو لم يقيد الله لي أنت لهلكت في الدنيا والآخرة. صبر، إنه صبر المؤمنات، صبر الصادقات على أمثال هؤلاء. وكذلك الرجل تراه يصبر على زوجته. هذا واحد سيدنا عرفوه، كانت المرأة نتاعو صليطة اللسان، كاين اللي قاعد ضرب راجلها كاع، كاين اللي تبقى تزق عليه والناس يسمعوا، كاين اللي ما تقبلوش الضياف، كاين. فعاش معها سنوات طويلة، أكثر من 30 سنة، وهو صابر عليها. زيد، فأصابها الله بمرض أقعدها على الفراش سنين طويلة أخرى. غير منين كانت صحة، كانت مرقب عليه الزمان، والآن سقطت على الفراش مريضة. ماشي يدير مشي يتزوج بس مو مشي. فصار يحملها على ظهره ويمشي يغسلها هو، ويقوم بخدمتها كما تقوم الأم بخدمة صبيها ووالدها الصغير. يقولوا له الناس عباد الله واسمو دارت فيك وتدير في هذا الشيء، عباد الله ما تمشي تتزوج، حياتك مشات معها غير في الزقاء، ومن اللي مرضت باش انت ان شاء الله تمشي تعيش حياتك. قال والله لن اكسر خاطرها ما دامت حيه، والله لن اكسر. وسبحان الله انها لقيت اللي مرضت وطاحت على الفراش هو كان بلان تريد، معناه ما عنده حتى خدمه الا خدمه زوجته. سبحان الله. فعاشت تقريبا 3 سنوات على تلك الحالة وهو يجتهد في خدمتها، حتى رحلت. فلما رحلت ودفنها تزوج بعد ذلك، والله لكأنه رعد صغير، عطل رب الشباب والصحة. السيد رعد 70 عام، والآن من تشوفه تقول هذا السيد رعد عنده 40 عام. فتزوجها امرأة طيبة صغيرة ورزق معها الولد اليوم. شوف في هذه السنوات، انظروا إلى هذا الصبر. هذا وليا، هذا خصو ينزاره، هذا خصو ينزاره. كاين شي واحد اللي المرض دير فيه العجب، ومن اللي تمرض ويموت نصها يخدمها 3 سنوات ولا يريد أن يكسر خاطرها ولو بكلمة سيئة؟ أي إيمان هذا؟ أي صلاح هذا؟ حتى تبقى تبكي وتقول له يا راجلي روح تزوج اسمح لي، واش انا درت فيك قاع هذا الشيء وانت تدير معايا هذا الشيء؟ وتبكي نادمه، صنعت معك كل ما صنعت، والله ما صنعت ذلك الا جهلا مني ولان الشيطان غلبني. فكان عمله ذلك سببا في هدايتها وندمها وسؤالها الصفحه من زوجها.
فصفح عنها وسامحها حتى ماتت. سبحان الله، شو استياد الرجال. احنا 5 مينوت بنادم توقع شي مشكل مع زوجته، الكلمه الاولى اللي يقول لها راني حلفت بالطلاق. انت مرتك ما صار لك معها والو، انت تخالفت غير مع جارك وقول له يمين الطلاق عليا الطلاق ما تدخل. واش جاب الدخول ديالو لدارك مع الطلاق؟ المراه مسكينه راه في دارها، اللي زعف على حمار ويطلق يقول الحمار ديالو، يقول له عليا الطلاق لامك وما تمشاني شان، والحمار يتعوج هو طلق على الحمار. واش بنادم هذا عنده شي عقل؟ الكلمه الاولى المسلم يجي بها يهضر على الطلاق، كيفاش جيتي تهضر على الطلاق؟ الطلاق هو التالي، وحتى تستحي المعيشه. إذن فالصبر الصبر بالنسبة للزوجة المؤمنة على زوجها. وشحال كيسقسيو هذاك هذه المرة راه عطاتني سؤال طويل الجمعة الفايتة، هيا مسكينة قالت لك أنا غادي نحج، هيا السؤال طويل طح. أنا راني غادي نحج وعشت مع زوجي شي 30 عام، يا راه تصلي هنا، ولكن الزوج نتاعي عمرو ما سماني بسميتي ويضربني ويهينوني، عاش معايا واحد الحياة مرة، ولقيت اللي انا كبرت مشى تزوج مرا صغيره ومشى مع المراه وانا حبسني، مشى كل شيء مع المراه وانا حبسني وغرته صحته وغرته دينيته، فذهب مع امراه صغيره وحبسني ومنعني حقي، ومن اللي يجي عندي يزعف عليا وعمره ما ضحك في وجهي، والان مات وانا وسع علي الله وغادي نحج هالعام، واش نسمح له ولا نبقى نزيد ندعي معه في مكة باش يزيد يغرق لها السفينة؟ شو هو المرة أنا ما قديتش، قالت لو كنا نقرأ عليكم الرسالة بالأول غير التالي، وهي الآن على أهبة الذهاب إلى بيت الله الحرام تسترجع ذكريات سيئة مع زوج سيء الخلق لم يرى حق الزوجة، فالويل الويل لمن ظلم من لم يجد ناصرا إلا الله وخاصة الزوجة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك نقول لهذه المرأة المباركة الطيبة اللي راه عندها 70 عام وغادي تمشي تحج، إن شاء الله تعالى ادعي له الله واسمحي له وربي سبحانه عز وجل يرفع درجتك والله تعالى يقبل الحج ديالك، وإن تعفوا وتصفحوا فهو خير لكم، وسيد ربي سبحانه وتعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، ومن عفا وأصلح فأجره على الله، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إذن سامحوا اغفروا، خاصة هذا زوجك ومشى عند سيد ربي لك غبقة، هذا لا مشى عند سيد ربي راه حل، فالرجاء أن تسامحيه وتدعين الله تعالى له في تلك البقع المقدسة بالمغفرة وبالرحمة حتى يرحم الله تعالى الجميع. بقي الحديث إن شاء الله تعالى، وأنا أريد الاختصار كثيرا، حينما يقع مشكل في البيت بين المؤمن والمؤمنة أو المؤمن والقليلة الإيمان أو المؤمنة مع القليلة الإيمان، يقع ما يسمى بالنشوز، نشوز أحد الطرفين، وهي مسألة دقيقة تتعلق بالعلاقة الجنسية بين الزوج وزوجها، النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن، والأخرى وإن خفتم النشوز نتاع الرجال، فالرجل يمكن عياذا بالله أن يصاب بهذا المرض فيهجر زوجته بغير حق ويتكبر عليها، وهنالك أيضا نشوز الزوجة حينما تتكبر عليه ولا تريد أن تطيع، فهذا خصص الله له سبحانه حلا ذكره القرآن بتفصيل، والمؤمنون والمؤمنات يغيب عنهم هذا الحل الرباني فيتسرعون في الطلاق عند النشوز. فالله نسأل سبحانه أن يعفو عنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على حبيبنا محمد. الأعمال الاجتماعية كثيرة، ولكن على كل حال
راني قلت ذيك المرة واحد العدد منها إن شاء الله تبارك وتعالى المريض اللي يحتاج لعملية في الرأس من 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 ذيك المدينة نتاعها كيسمي ولا لا مهم ما عليناش. ثم هنالك إن شاء الله واحد الأرملة بغات تشري واحد البليين 50 متر 40 متر مليون، راه عندها واحد المجموعة نتاع الناس واقفين معها. ثم امرأة أخرى إن شاء الله يعني أرملة مع الوليدات عندها واحد البلان في الجرف الأخضر اللي بغى يعاونها إن شاء الله تبارك وتعالى. والله تعالى أعلى وأعلم. مشيت لواحد الزواج نتاع واحد الأقارب ديال الزوجة ديالي، وملي تعشيت خرجت على حقاش ما بغيتش نشوف ذاك الشيء اللي يديروه الفجور وذاك المسائل كما هو معروف في العادات نتاعنا، وهذا الشيء تسبب في نزاع بيني وبين صهري قد يؤدي إلى الطلاق إذا استمر. أنت زوجتك مشيت معها عند نسيبك وكان الزواج وديتها وتعشيته وروحت وخليت المرأة نتاعك، ترى قدرت اللي عليك، علاش غادي يوقع هذا الشقاء؟ إلا بالسيف عليا غادي نجلس أنا حتى نقصر مع الجوق ومع المسائل؟ أنا جلست وخليت لهم المرأة كاع واسوا هذو ولا هما عاقلين، راك أنت درت المجهود، راك درت المجهود. وهذا السيد هذا مسكين إلا راه كيقول لك باين اللي غادي نقلع لك المرأة من اللي ما قعدتش تقصر معانا وكذا وكذا، هذا مسكين راه غلط. واش المرأة غير روحو يقلعها؟ المرأة كي تكون عند الراجل راه عند الراجل اللي الأمر الأول هو ديال زوجها. واش المرأة من تكون عند راجلها تبقى تسمع لبوها من يقول لها جلسي ما تمشيش عند راجلك؟ راه عند راجلها، الراجل هو اللي عنده بيده درك كل شيء. هي حتى لا قال لها باه جلسي تقول لها با ولا مشاك تقول لها با، قول لي راه عند راجلك. هي بذاتها تقول، يقول لها روح على المسخوطة، قول لها واسمو لا طاعة لمخلوق، ما كاين لا سخط لا والو. واخا قول لك راني سخط عليك، قول لها با الله يعفو عليك، روح عند راجلك. إلا بغى يسخط عليك في ذيك الوقيتة غيسخط، لأن في ذيك الوقيتة راكي تحت الإمرة نتاع الزوج ماشي نتاع الباي. الوقيتة اللي انتقلتي ومشيتي عند الراجل، فالرجل هو اللي عنده الولاية، هو عنده المسؤولية، صح؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين. مع زوجها أو اعتارى فهمه للإسلام نقص. أنا كيقول السيد أنا ديتها مؤمنة وملتزمة وبالحجاب نتاعها، ولكن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا ابن عمي تحذر العجبة، أنا عندي ما شيبانية ديتها لأن صبتها تخدم في دار العجزة ودير الخير في العجزة تغسل لهم، قلت ما كاش اللي غادي تنفع لي مال كبيرة بحال هالمرأة. لكن حينما تزوجتها اشترط، قالت لك واش انا نخدم لك امك ولا راني خدامة عندك ولا ديتك انت؟ ابنتي ماشي كنت نقول انا يا لقيت اللي جيت نديك، الذي دفعني لكي اختارك على نساء العالمين
هو رؤيتي ما تفعلينه مع نساء أخريات مهملات في دار العجزة، فطمعت إن شاء الله تعالى أن يعود عملك ذلك على أمي لأنها تحتاج إلى الرعاية كبيرة وشبالية في الدار. قلت له روح تلعب واش راك تزعقل، هاك زعق انت واش هذه كنت نديرها كنت برا ذاك وانا شارك تفش انت هكذا. فيقع مثل هذا الخلاف. واحد قال لي انا اديت المراه تاعي الدين وكذا 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 وكذا، ولكن في الفراش حينما اطالبها في الفراش لاعف نفسي واحصن فرجي واغض من بصري تقول لي خلينا الله يخليك خلينا الله يرحم والديك واش انت تبع عليك الدنيا ولا خصنا نذكروا ربي ونديروا كذا لي غادي نذكروا ربي من الليل والنهار وكاع الحياه نتاع نذكروا كل من يجي يقربها تقول له اتق الله. ليه اتق الله هنا؟ اتق الله انت باش يتق الله برا، الا ما اتقتيش الله هنا غادي يمشي برا مشى. هذه مدينه. وكذلك المراه تقول انا اديت الزوج ديالي مؤمن واختارته على الدين والخلق، ولكن سبحان الله من اللي يدخل للدار هو داير بحال عيرود ما يضحك ما منعني باش نمشي عند امه، منعني باش نمشي عند ابا، اقطعني الرحم ديالي هو مدين مدين هذا، اقطعني على امه، اقطعني على ابا، اقطعني على كل شيء. فتجد هذه الامثله وهي ناتجه عن سوء فهم هؤلاء للدين ذكرا كان ام انثى. نعطيه مثال وننهي به لكي نتحدث عن الحالات القادمه في الجمعه القادمه اذا كتب الله فسحه في الاجل. خير الأسر أسرة رسول الله. وقع الخلاف بين النبي وأزواجه في كثير من الحالات، وإن أعظم خلاف بين أبناء الآخرة النساء المؤمنات وسيد من مشى على الأرض هي حينما اشرأبت أعناق نساء النبي في الزيادة في النفقة لما رأينا الفتوحات قد اتسعت والغنائم قد كثرت وحظيت نساء الصحابة بتوسعة في الرزق. علاش هما ما يزيد ما يتوسعوش؟ عندنا الحق ولا ما عندناش الحق؟ كاع النساء تاع الصحابة من اللي تفتحت البحرين جا واحد الخير كبير، جابوا أبو عبيدة، جاب الخير، جاب الذهب، جاب السواري، جاب كذا، إذن توزعوا على الصحابة. سيدي النبي ما دولوا للنساء تاعو. فاجتمعت نساؤه في غيبته فقلنا في اجتماع طارئ في بيت النبوة، فقلنا جميعا يا نساء النبي إن الله قد فتح على نبيه وإن نساء الصحابة كلهن أخذن حظهن من هذه التوسعة. وإحنا ما عندناش حق، إحنا ما عندناش حق. كيجي سيد النبي صلى الله عليه وسلم نقول له نزيد لنا النقل او اتفقوا عليه صلى الله عليه وسلم اتفقوا عليه نيشان التسعه نتاع النساء داروا عليه اليرت. جا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل شوف هذه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم خو اسمه كاين كاس كاس اكسا بس ماشي انا ماشي. قالوا له يا رسول الله غادي تتكلم عائشة تقول لك يعني رحنا اجتمعنا وراح خير إن شاء الله، اجتمعته خير إن شاء الله. يا رسول الله فتح الله تعالى عليك فكنا من الصابرات الشاكرات حينما لم يكن شيئا، أما وقد فتح الله علينا إن الله يحب أن يثر أن يرى أثر هذه النعمة حتى علينا وليس فقط على نساء الصحابة، ولذلك نطالب إن شاء الله تبارك وتعالى بالزيادة في النفقة. واش بنادم يدخل تسعة نتاع البيوت ما يصبح حتى شي حاجة؟ اش دار لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاوبهم ولا ما جاوبهمش؟ لم يجب أي واحدة منهن. واسمه دار؟ فدخل إلى بيته وأغلق عليه الباب ومنع نفسه من الخروج 30 يوما. يا رجال يا رجال يا رجال يا رجال 30 يوما حتى شاع في الصحابة أن النبي قد طلق نساءه. وجاء عمر أطلقت نساءك يا رسول الله؟ ودخل عند حفصة فقال
عندك تديري راسك مع راس عيشة. عيشة حب النساء إليه، عندك يغضب عليك ويغضب عليك الله. ويدخل أبو بكر إلى عائشة ويعطي لها علاش تدور، يا كي ما غضبت النبي، اتقي الله، لئن غضب رسول الله عليك لا غضب الله عليك. شفت العائلة كيفاش دير؟ وباش ما نطولش، لأن عقارب الساعة زحفت بسرعة، والحديث عن بيت رسول الله حديث ذو شجون. حينما ننتقل بفكرنا إلى ذلك البيت المشحون بالإيمان التي كان يتردد عليها جبريل صباح مساء، فينزل جبريل بالقرآن غرا طريا على فراش عائشة ورأس النبي في حجر عائشة. الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فنزل جبريل بقرآن يتلى إلى يوم القيامة، فالله تدخل بجلاله وعظمته وكبريائه ليسوي مشكلة عائلية في الأرض. فأنزل الله في سورة الأحزاب آية التخيير. أنا ما منعكمش باش تضحكوا، إلا بغيتوا تضحكوا بدوه، ولكن لا تبقاوش معايا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، بغيتوا الزيادة؟ ما رجع لكمش. فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. الله، ما نقبضكش بالليل، ما نقبضكش بالليل اللي توجعك. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. الله ورسوله، مش الله ثم رسوله. اللي يبغى الله يبغى الرسول، اللي يبغى الرسول الله يبغى الله، واللي يبغى رسول الله يبغى الأخيرة، واللي يبغى الأخيرة يبغى رسول الله. الله واوع، الله رسول الله الأخيرة. حدد حدد. الدنيا وزينتها، أردتم الدنيا وزينتها والأرض، هاكو هاكو. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم وأعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فجاء بالآية فبدأ بعائشة، فلما قرأ عليها الآية قالت سأختار ولكن بشرط. قالوا ما شرط؟ قالت ألا تخبر اختياري للنساء، لنسائك. قال الله غير أن يقولها لهم، اختار اللي بغيت. قالت اختار الله ورسوله، واختارت النساء التسعة الله ورسوله والدار الآخرة. ومن اللي اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة؟ توسع عليهم ربي ولا ما وسعش عليهم في الدنيا؟ واش وسع عليهم ولا ما وسعش عليهم؟ واش وسع عليهم ولا ما وسعش عليهم في الدنيا؟ بالله من اللي نزلت هذه الآية حتى الماء والتمر اللي كانوا يصيبوه من بعد ما بقاش في الدار. امتحان وابتلاء. فكان النبي بعد نزول الآية يأتيه الضيف فيدخل إلى بيوته التسعة يسأل هل يجد شيئا يملأ به ذو كبد رطبة بطنة، فلا يجد شيئا. البا يعطي الأسوة والقدوة للناس. إنسان تعن بلا شبعه الأخرين يكونوا أكثر ارتماء على الدنيا، ولكن بغى إنسان تعن به. أزهد نساء العالمين في الدنيا نساؤه، وأزهد الخلق في الدنيا رسول الله. بغيت تكوني مع رسول الله هيك كلها وهكذا ضريبة. 5 مليون من الدنيا صبروا. سنعود إن شاء الله إلى هذا إذا كتب الله فسحة في الأجل. بالنسبة للأعمال الاجتماعية،
سيد يعني ان شاء الله تبارك وتعالى من عيد بن مطهر عنده الولد ديالو مريض يحتاج لعمليه في الراس، اللي بغى يعاونوه نعطيه التليفون ونعطيه كل شيء ان شاء الله تبارك وتعالى. هذه واحد المراه عندها اليتامى هي ارمله، وعندها واحد البليين في الجرف الاخضر اللي بغى يعاونها يتصل بنا ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه للزوجه تاع الاخ تاعنا المنظف، اللهم اشفيها وعافيها يا رب، اللهم شتت ضررها، اللهم